انا عايزه اقول لك على حاجه كويسه جدا، ان انا والفنان تامر حسني لما تقابلنا في فيلم اهواك، هو قال لي مجنون نفسه عن حبه للمسرح، وانا قلت له ان انا بحب المسرح، ما بتفوتش سنه لما بشتغل مسرح. قال لي خلاص احنا مع بعض. اتاري بقاله سنتين ثلاثه نفسه يعمل مسرحيه استعراضيه، لكن عشان كان مشغول ما كانش يلاقي الوقت انه يعني يقوم المسرحيه. بما ان انا بقى الممثله اللي بتشتغل مسرح، فانا هساعد المطرب اللي بيحب السينما والمسرح ان هو يعمل مسرحيه السنه دي. ده الجديد بقى. او انا اللي معاه. طبعا هو عنده جمهور قد كده، يعني عليه بارده. مسرح استعراضي غنائي كوميدي قطاع خاص مش تبع الدوله.